بقول لك يا استاذ شوبير، ازاي ازيك حضرتك؟ حضرتك؟ ربنا الحمد يكرمك. لله يا حبيبي، الحمد طمني على لله. صحتك. والله في انا فضل من الله، الحمد لله بالصحه، الحمد لله تمام. يا رب يكرمك. كابتن بدر، ايه اخر الاخبار والتطورات، وما هي الشكوى اللي بيشكو منها النادي الاهلي؟ ليها هو عارف ده قدر ان هو بيردم الكره المصريه. نعم. لما يبقى نادي بيردم الكره المصريه وانديه بتهدم الكره المصريه، يبقى لازم نشوف حل. نعم. لازم نشوف حل عشان الناس ترجع لصوابها. ومن عمل العقاب اساء الادب، بمعنى ان انت لما يبقى لعيب او لعيبه اتكلمت في الكلام ده من سنه وقلت في تزوير وتسمين في الكره المصريه، نعم، خدت منها كلام وكله طلع عاجبني، يخسر واصل يخسر، وبقت الكوره مكسب وخساره وليس صناعه او فايده لقطاع الناشئين، ان هو يطلع ودي مهمه الاساسيه والرسميه ليه. نعم. انما قطاع الناشئين دلوقتي بقى يدور على كابتن ويجيب ابو محمد وابو ابراهيم وابو ابتسام يلعبوا ضد احسابهم. يلعبوا ضد احسابهم. يا لهوي. انا عندي مشكله كبيره جدا ما حدش واخد باله منها. ان دي اللعيبه اللي اتمسكت في 2008 الانديه المذكوره والناس كلها عارفاها. باستثناء النادي الاهلي، النادي الوحيد اللي موجود بس مالين ومزورين كلنا. هذه تخيل يا كابتن شوبير ان الناس دي اللي اتمسكت، ما بالك بقيه الفرقه بقى اللي ما راحتش المنتخب. انت متخيل حضرتك اللي انا بقوله؟ معاك. يعني دول اللي اتمسكوا. والاتحاد مذكور. نعم. ده خلي بالك يا كابتن بدر، ده دول 10 من وسط حوالي 30 مثلا. ده 10 من ضمن 30 في المنتخب. ما انا بقول لك. لكن اما يبقى 5 6 في نادي ولا 4 في نادي. ايوه. امال ال 26 التانيين ايه؟ تمام. صحيح. دول اللي اتمسكوا بس وظهروا للعيان. نعم. وبعدين حاجه بقت ظاهره غريبه جدا، بجحها يعني مطلقه. تخيل انت لعيب كشف هيئه، ما يجي يروح حربيه ولا يروح داخليه ويتعمل كشف هيئه، يطلع صارت او ناجح. تجيب لي لعيب مثلا ابو محمد بيلعب ضد حفيده، واحد طلع له عضل وشنب وبيحلق دهنه، وانا لسه ما طلعلوش عضله، وتقول لي انا الورق السليم، ورق ايه السليم ده؟ وفي الاخر انت هتكسب ايه؟ في الاخر انت في ثلاث منتخبات رجعوا من المنتخبات المصريه، ها؟ عشان التزوير والتسنين. نعم. وبرضه القضيه كانت عاديه ومشيت. طب اتمسكنا مره، طب والثانيه؟ طب والثالثه؟ وبعدين ترجع نقول يا جماعه الكوره كده مش هتسلح حل. الكوره كده مش اللي هيبقى عندنا منتخبات. ومع ذلك نعم بنروح بلاعيبه مسننه ومزوره وما عندناش الدور الاول في جميع المنتخبات. طب ايه؟ ما انت بتموت مواهب. طيب حضرتك كابتن بدر، انت كمدير قطاع فني في النادي الاهلي ازاي بتتاكد من اعمار لاعبتك؟ احنا عندنا كشف الهيئه الاولي. نعم. الولد ده عن طريق الخبرات بقى، امال هو المدرب خبرات بيختزل خبرات مننا يا كابتن كبير، مش من تجارب الفشل والنجاح. نعم. مش كده ولا ايه؟ بيبقى عندك تراكم خبرات. معاليك لما بيجي لك ولد حالق دانه ويقول لك انا مواليد 2014، هو السن ده لا ماشي. خليني دي مظاهر عامه. انا بتكلم، هل انت بتخضع اللاعبين لكشف طبي؟ هل انت بتمشي بالاجراءات اللي انت بتطالب انها تقنن، ولا انت ماشي زي الباقي؟ لا لا لا، استحاله ابقى ماشي زي الباقيين، والا كان طلع عندنا مزورين. احنا النادي الوحيد يا كابتن شوبير اللي في 2008 ما طلعش عندنا لعيبه مزورين بفضل الله. نعم. يعني احنا بنعمل الاول كشف الهيئه اللي احنا شايفينه ده، بنفك في الوقت. بعد كده عندنا الاداريين بيطلعوا يسالوا عليه. في المنطقه بتاعته. نعم. يسالوا عليه في مدرسته. نعم. ويطلعوه من الفصل. ويشوفوا القصه ايه. نعم. الجديد بقى في الجديد في التزوير والتسنين.